قبل أيام كليتنا انشغل بالنا والشارع العراقي أنه شنو اعتداء عناصر من 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 المقاتلين على أطباء مستشفى ابن الخطيب، وذولا منسوبين كما يقال إلى المقاتل لواء الركن عامر جاسم خميس مدير مديرية صنف الدروع في وزارة الدفاع الموقرة، وأنه ذولا حمايته، وانشغل الرأي العام والتواصل الاجتماعي ونشرات الأخبار في كل القنوات. لكن أكو شيء لازم نرجع نأكد عليه، المسؤولية. تحقق من المعلومة قبل أن تقوم ببثها أو نشرها، لأنه هذه أمانة، الإعلام أمانة، واللي تأكد عليه هيئة الإعلام والاتصالات الموقرة والأستاذ الدكتور علي المؤيد، هذه حقيقة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الموقرة، أنه يا جماعة يا الصحفيين الإعلاميين تحققوا من المعلومات قبل أن تنشروها، وهذا القرآن الكريم. يعني من 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 عهد نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، إنه إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فبالفعل تم ظلم شديد على عائلة المقاتل البطل اللواء الركن عامر جاسم الخميس مدير مديرية صنف الدروع في وزارة الدفاع الموقرة، اللي حقيقة إحنا من استوديو التاسعة من الفلوجة مدينة وقنا نعزيه بوفاة زوجته رحمه الله وأسكنها فسيح الجنان، وندعو الله سبحانه وتعالى لها بالرحمة في عليين ولعائلتها الكريمة بالصبر والسلوان. هو اليوم قبل ساعة تقريبا أو أكثر من ساعة بشوية، وزارة الدفاع في موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية على الفيسبوك نشرت فيديو توضيح لما حدث. نحن ندعوكم من استوديو التاسعة أن يكون تواصلكم مستمر مع إذاعة وزارة الدفاع وكذلك مع مواقعها الرسمية حتى تصير المعلومة قدامكم، وعلى جميع وسائل الإعلام أن تنشر بالمقابل هذا التوضيح اللي راح نعرض لكم جزء أساسي منه. خلينا نشوف. طبعاً أنا ضد أي اعتداء سواء من أهلي وأصدقائي أو من عندهم، أنا أرفض رفض قاطع، لأن ما نقدر نعيش لو ما الكوادر الطبية. للحقيقة وجوه وللواقع ملابسات، والأحداث تكبر وتتوسع بالتناقل، وحادثة الاعتداء على الكوادر الطبية في مستشفى ابن الخطيب أخذت غير مسارها لسبب بسيط، إن منتسبي الجيش هم أبناء الدولة ويخبرون قوانينها وهم حملة مبادئ وقيم، ولأن وسائل التواصل الاجتماعي ليست معيار لإطلاق الأحكام، فالتحري عن الحقيقة هو الفيصل. انتقلت إلى رحمة الله، توفت زوجته، هذا الموت حق، يعني كلتنا على هذا الطريق. انتقلت المتوفية من المستشفى ابن الزهر اللي هي ملاصقة المستشفى ابن الخطيب، يعني هذيك بيها مدير ابن الزهر وبيها معاون إداري وبيها كادر طبي وبيها مستلزمات مستشفى وبيها ثلاجة، ودوها هناك المستشفى ابن الزهر حاطينها على سدية، كلها يعني ما موجود. أنا يعني من توفيت أنا ما أقدر أبقى بالمستشفى، ما أتحمل، طلعت خارج المستشفى أنتظر الجنازة حتى أروح أقوم بمجلس العزاء، يعني أدفنها مراسم الدفن. هنا حطوها بالعسدية على بالساحة، ساحة مفتوحة، جاي شخص يريد ياخذ صورة إلها، ابني علي هو أصغر واحد، يعني أصغر من سيف، قال لي على أي أساس تأخذ لها صورة؟ جي شخص منك لابس بنطلون كابوي وتيشيرت أسود وشايل وياه أوراق، يهز بدية ويطلع كلمات استفزازية، حكي موجود أيضا بالتصوير، التصوير مو مع المستشفى ابن الخطيب، التصوير مع المستشفى ابن الزهر، كل ظهر الوسائل، لا 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 مستشفى ابن الزهر. زين يصيح ويتهجم عليهم، ما ننطي الجنازة إلا نأخذ لها صورة. زين أني المفروض يسويوني لي شدي نسوون سووا، يعني من الألفاظ اللي الاستفزازية اللي يستفز. أني ذوي المتوفية، أني زوجها، المفروض يأخذون موافقتي، يقولوا يابا أكو هيك سيناريو، وهي ماكو السيناريو هذا، ماكو.
وإذا يريد يسوون المفروض يأخذوا لها صورة ويقومون بكامل الأمور اللوجستية اللي خاصة بالدفن بالداخل وليس بالعراء بالساحة المفتوحة وأمام أنظار الناس. فضرب ابني بوكس وموجود أيضا بالتصوير ضرب لكمة. صارت المشاجرة، صارت هاي الهوسة بالفيلم وهذا ولا يركضون، هاي كلها في وازيع، أنا كلها ما موجود، لا أني لا حماية لا هاي. اتصلت يعني بأحد أشقائي قلت له شو ما جيت؟ وقال يا بترى صارت طلابة وصارت مشكلة. جيت أنا دخلت رحت المدير مستشفى ابن الخطيب دكتور جعفر، قال جو وياي عمامي شيوخ، فقالوا قال لهم ما تأخذون الجنازة إلا تأخذون عطوة من هذا الشخص اللي هو طلع معاون إداري مستشفى ابن الخطيب اللي هو لا اسمه باللجنة مال التعفير ولا اسمه مستشفى ابن الزهر ولا ينتسب المستشفى ابن الزهر، هو مستشفى ابن الخطيب ما له أي دور، وهو إداري والعملية التعفير والأمور اللوجستية اللي خاصة بالدفن هي فنية بحتة،